بغداد أقفلت سفارتها في دمشق بعد إخلائها في ساعات الصباح الأولى. هنالك فعلا هواجس ومؤشرات ربما لسيناريوهات أمنية أو لمخاوف من وجه سوريا الجديد. أولا، كيف يمكن قراءة التطورات الأمنية داخل دمشق ودور العراق في حماية التوازنات في المنطقة؟ يعني مساء الخير عليكم، مساء الخير على ضيفك والمشاهدين الكرام. يعني أكيد الحكومة العراقية تنظر إلى وحدة الشعب السوري وكذلك وحدة الأراضي السورية كأولوية استراتيجية، وهذا ما يعني تبناه السيد رئيس وزراء الأستاذ محمد شياع السوداني، وكان واضحا في رؤيته بهذا المجال، وبالتالي كذلك بالمقابل استحضارات الأمن القومي العراقي وإدارته تعمل على إدارة الحدود العراقية السورية ومتابعتها متابعة فعالة من خلال الحضور للسادة الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية، وكذلك بالمقابل متابعة قواطع المسؤولية بعد توجيهات يعني السيد رئيس وزراء القائد العام للقوات المسلحة إلى القوات المسلحة العراقية لمراقبة حركة فلول التنظيم الإرهابي داعش، لأن واحد من التحديات الأساسية الذي لم ينتهي على خط نهر الفرات هو وجود التنظيم الإرهابي داعش على يعني خط الحدود العراقي السوري باتجاه نهر الفرات، وهذا واحد من التحديات التي من الممكن أن يعني تهدد الاستقرار الذي تحقق يعني على مدى السنوات الماضية، وخصوصا الترتيبات الأمنية والاستراتيجية التي قامت بها قوات حرس الحدود وكذلك بالمقابل القوات الأمنية وكذلك بالمقابل يعني الاستحضارات التي قامت بها الدولة العراقية خلال الفترة الماضية حقيقة من استحضارات مهمة لمراقبة حركة التنظيم الإرهابي داعش، وكذلك بالمقابل محاولاته، وكانت هنالك يعني على مدى 5 أشهر حقيقة حصاد كبير لقواتنا المسلحة العراقية عبر قيادة العمليات المشتركة في خلية الاستهداف للعديد من القيادات الإرهابية للتنظيم الإرهابي داعش، وهذا كان إنجاز كبير وإيفاء كذلك برسالة مهمة بعد 7 سنوات على النصر الكبير الذي سنحتفل به يوم الثلاثاء حقيقة بالذكرى 7 للانتصار على التنظيم الإرهابي داعش، وهذا بالتالي هو مسار الدولة العراقية بالإضافة للمسار السياسي وهو المسار الدبلوماسي الذي يقوده السيد رئيس الوزراء ويقوم بتنفيذه السيد وزير الخارجية، وفي الأمس كان السيد وزير الخارجية العراقي منخرط في مجال الحوارات الإقليمية، وبالتالي نحن نتعامل حقيقة مع الجامعة العربية ومع الأمم المتحدة ومع الجهود العربية والخليجية بهذا المسار، وبالتالي وحدة سوريا واستقرار سوريا وكذلك وحدة الشعب السوري هي أولوية أساسية للدولة العراقية في إطار سياسة حسن الجوار التي يتبعها العراق مع جميع الدول المجاورة لنا. أستاذ ماجد، استمعت إلى دكتور حسين ضيفنا من بغداد. الاستقرار والتأكيد على وحدة سوريا وهذه فعلا هواجس حقيقية في هذه المرحلة بالغة الدقة، أي صورة اليوم قد تنجح في الذهاب إليها هذه الجماعات المسلحة مع هذا التاريخ الطويل؟ وهل ستنجح ربما في يعني السير في هذه المرحلة الانتقالية، تسليم السلطة لمدنيين والذهاب إلى انتخابات؟ أولا نوجه التحية للشعب السوري، هذا يوم تاريخي للسوريين، اليوم السوريين شعروا بحريتهم وكرامتهم من نظام استبدادي، نظام طاغية هيمنة على البلد، هيمنة على الحياة العامة في سوريا وعلى موارد سوريا طوال 60 عاما. نحن نتحدث عن رئيس له بالحكم 25 عاما بعد والده 30 عاما، إذا إحنا اليوم في مفصل تاريخي في حياة الشعب السوري. هلأ إنه ما الذي قد ينجم عن ذلك في قادم الأيام؟ أهم شيء يجب أن ندركه هنا في هذا النقاش بداية، إنه سوريا كانت كدولة كانت تفتقد لمعنى الدولة. نحن كنا إزاء سلطة، السلطة تغولت على الدولة، تغولت على المجتمع. لا تعرف الشعب السوري لا يعرف شيء عن حقوق المواطنة أو ما هي أو إنه شو حقوق يعني ما في إحساس بأنه هو مواطن ولديه حقوق داخل هذا البلد. هناك سلطة تهيمن على المجال العام وعلى المجال الخاص وعلى الموارد وعلى كل شيء. لذلك أنا سأصل إلى ما تريد أن أجيب عليه. لذلك إحنا في بيئة
لم تعرف الحياة. طيب أستاذ ماجد، هذا القلق من المرحلة السابقة أو التصور الذي انتهى، ولكن أي قلق، كيف يمكن وصف القلق من المرحلة المقبلة؟ أنا عشان حكيت هاي المقدمة عشان أوصل للي بدك إياه، إنه إحنا إذا وضع ما في حركات سياسية، ما في أحزاب سياسية وازنة أو مجربة، لذلك في هناك قلق طبعا من ما سيجري، ولكن بالقياس على التجربة اللي خلال العشر سنوات بكل إخفاقاتها وبكل مشاكلها وثغراتها وارتهانات القوى اللي فيها، يفترض إنه الشعب السوري بالنخب السياسية والنخب الثقافية والأكاديميين وخبراتهم طول هاي الفترة، وبالنظر إلى التجارب الحاصلة يعني في ليبيا، في اليمن، في عديد من البلدان، إنه تعلموا من هاي التجربة، وشفنا من مسار الانتفاضة السورية إذا سميناها، إذا جاز التعبير، إن كانت بداية من حلب وصولا إلى درعا وبالتالي إلى دمشق، شفنا أنه لم نشهد أي مظهر من مظاهر العنف، لم نشهد أي منظر من مظاهر الكراهية أو الروح الثأرية، لم يبدو أي شيء من هذه المظاهر. لذلك أنا بقول بناء على هذا الوضع كله، بناء على التجربة، بناء على ما حصل خلال العشر أيام الماضية، أعتقد أنه هناك ما يدعو إلى التفاؤل، هناك خطاب وطني جامع عند كل النخب السورية التي تصدرت للحدث، إن كان في المجال السياسي، إن كان بالمجال العسكري، هناك خطاب جامع، هناك خطاب حريص على بقاء أستاذ ماجد الدولة. سأعود معك وأريد منك إجابة مباشرة بشأن تركيبة الفصائل المعارضة الحالية، ولكن دكتور حسين، هل هذه الفصائل قادرة يعني على الحكم في هذه الفترة الدقيقة جداً، مع يعني الكل يعلم تنوع الجغرافيا السورية، تنوع الديموغرافي في سوريا على مختلف يعني المحافظات السورية؟ يعني أكيد من المبكر الحكم على مسار عملية التغيير التي تحصل في سوريا، لأننا ننتظر كذلك بيان من الحكومة العراقية بهذا المسار، لكن بالمقابل المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا ستمر كذلك بسياقات يعني ما خاضه العراق خلال يعني الفترة الماضية، وهي كانت فترة قد تكون طويلة نتيجة خوض النظام الديمقراطي العراقي تجربة طويلة حقيقة لاستقرار الدولة العراقية واستقرار كذلك النظام السياسي واستقرار كذلك القوى السياسية العراقية ووحدة خطابه، وهذا ما لاحظناه حقيقة في كلمة السيد رئيس الوزراء أثناء ما تم يعني الخوض في حديث مطول أكثر من ساعتين في البرلمان حقيقة في بحث رؤية العراق في مجال الوضع السوري، ورؤية العراق كذلك التي أبعدت حقيقة العراق عن الانزلاق بالصراعات على مدى أكثر من عام، يعني منذ أزمة غزة والسيد رئيس وزراء يعمل ليلا نهارا مع القوى السياسية العراقية في إطار عدم انزلاق العراق لأي مسار من المسارات، وممارسة دوره الإقليمي وكذلك الدولي بصورة فعالة، وهذا ما جعل الجميع ينظر إلى أن العراق قد نجح بهذا المسار، وهنالك إشادة من قبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، والتي كانت هي الإحاطة الأولى لممثل الأمين العام للأمم المتحدة هنا في العراق، وبالتالي نحن ننظر حقيقة ونترقب الوضع يعني في سوريا، ونتطلع على الاستدامة على هذه الأهداف التي تحدثنا بها، وهي وحدة التراب السوري، وحدة الشعب السوري، وكذلك بالمقابل الاستقرار الذي هو واحد من الاهتمامات الكبرى الآن للعراق، خصوصا على صعيد الاستقرار الإقليمي، ويجري العراق مع شقائه العرب ودول الخليج وكذلك بالمقابل الدول الإسلامية متابعة لهذا المسار، لأن هذا المسار مسار مهم جدا لنقل المنطقة نحو استقرار طويل الأمد، وهذا بالتالي ما يتطلب كذلك عملا كبيرا من الجانب السوري، وكذلك بالمقابل من الشعب السوري الذي سيمضي نحو مسارات
جديدة، وهذا بالتالي ما يعمل عليه العراق كذلك من خلال دوره الوظيفي إقليميا وكذلك بالمقابل على صعيد يعني العالم العربي، خصوصا وأن العراق سيستضيف القمة العربية المقبلة في عام 2025، وهي واحدة من الأجندة الأساسية التي لعب العراق حقيقة على المضي بدور سوريا بعودة وأخذ مقعد الجامعة العربية. وبالتالي هذه المسارات التي يسعى العراق أن يحسن حالة الاستقرار الإقليمي، يحسن كذلك بالمقابل مسارات التعاون الإقليمي والشراكة الإقليمية، وبالتالي هذا المسار يلتزم به العراق ويمضي به، ونتطلع كذلك إلى يعني العمل. لكن بالمقابل سنرى خلال المرحلة المقبلة ما الذي ستفضي إليه المرحلة الانتقالية، وكذلك بالمقابل المسارات الأخرى التي هي تمضي بمسارات الدولة السورية والشعب السوري. أعود معك أستاذ ماجد يعني إلى ربما المسار السياسي والمسار العسكري لهذه الفصائل والتحول المطلوب في هذه المرحلة دقيقة. يعني أولا خلينا نحكي عن الخطاب العام، بعدين نحكي عن مشاهد الثورة السورية، يعني مشاهد الحركات العسكرية البعد العسكري. هلأ في الخطابات، كما هو واضح من مضمن الخطابات التي خرجت من الائتلاف من قادة الفصائل العسكرية، هناك حديث عن بقاء عدم الاقتراب من آلة الدولة أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. مؤسسات الدولة ستبقى قائمة كما هي بإداراتها. يعني هو الفكرة هون أنه تم إزاحة رأس السلطة والطغمة اللي كانت حواليه، ولكن دولة كدولة لم يقترب أحد منها، الحكومة، رئيس الحكومة، الوزارات إلى آخره. هذا جانب، هذا جانب كثير مهم. النقطة الثانية في الخطاب الوطني العام، هناك حرص على وحدة الشعب السوري، وحدة التراب السوري، سيادة سورية. هدول أهم عنصرين بحكموا في هذا الأمر. العنصر الثالث اللي هو أنه إحنا السوريين مواطنين متساوين، كلياتنا متساوين بغض النظر عن الخلفيات الأثنية أو الطائفية أو المذهبية في سوريا، إنه الشعب السوري يتألف من هذا الموزاييك. فبالتالي ثلاث قضايا هي مطمئنة اليوم. هلأ منشوف ثلاث مشاهد عسكرية، يعني مشاهد ثلاث مشاهد رئيسية عسكرية. إنه إذا إحنا شفنا في المشهد اللي أجا من حلب، يعني من إدلب إلى حلب، هناك تصدر الأمر فصائل عسكرية معروفة، جملة فصائل مش فصيل واحد، عدة فصائل. البيانات بتطلع باسم مجموعة، إنه مكتب العمليات، غرفة العمليات، غرفة العمليات، يعني مش اسم علم، ما في اسم واحد معين هو القائد أو المعني أو إنه في فصيل هو الذي يدير المعركة، لا، كان تطلع البيانات باسم غرفة العمليات. هلأ حتى هاي غرفة العمليات لما راحت لحلب شفنا أنه بدون إراقة نقطة دم واحدة. هذا ما حصل، ما أذهل الجميع، يعني شيء فعلا مفاجئ للجميع. نروح على المشهد الثاني. هلأ اللي من حلب طبعا راحوا لحما بعدين لحمص. المشهد الثاني هو اللي بدأ من الجنوب، من درعا ولا السويدة إلها أكثر من سنة منتفضة. إحنا كنا في الجنوب في دمشق وجنوب سوريا، كنا أمام انتفاضة شاملة، انتفاضة السوريين في مدينة السويدة، في مدينة درعا، في الريف الدمشقي، الريف الشرقي، الريف الغربي، الجنوب، الريف الجنوبي لدمشق، وبعد ومن ثم في أحياء دمشق. يعني لم ينتظر الدمشقيون في محافظة دمشق لا أنه يجي رتل عسكري لا من الجنوب ولا من الشمال. هن انتفضوا وفعلا استطاعوا أن يسيطروا على كافة المناطق. هناك المشهد الثالث وهذا غاية في الأهمية أيضا، اللي هو صار في الساحل السوري. في الساحل السوري كمان أيضا جرى انتفاضة، هي حتى هاي من اللي بنقال عنها أنه الحاضنة اللي هذا كلام غير صحيح. النظام كان يعني نظام استبدادي على كل مكونات الشعب السوري. بالتالي حتى في الساحل في اللاذقية وفي مدينة طرطوس وفي بنياس صار انتفاضة وتم هدم
تماثيل حافظ الأسد في هاي المنطقة في كل الساحل السوري، اللي كانوا بيفكروا الناس أنه كلهم موالين للنظام القائم. إذن إحنا أمام مشاهد عديدة، وخلال كل هاي المسيرة لم يتم التعرض إلى أي مكون أو إلى أي شخص، لا بكلام عنيف ولا بفعل عنيف. وبالتالي هذا هو، هاي هي المشاهد اللي حاصلة. أنا لا أريد أن يعني أرفع من سقف التفاؤل، ولكن هذا ما حصل خلال الأيام الماضية. حتى الآن المشهد يبشر بالخير، ولنأمل فعلا أن يعني تتواصل المسيرة بهذا الشكل لبناء سورية جديدة، فعلا سورية لكل الشعب السوري بدون أي تمييز بين شخص وآخر. ربما اللافت في هذه أيضا القراءة لأستاذ كيالي دكتور حسين، ما يحصل في المنطقة منذ عام، منذ 7 أكتوبر، يعني زلزال المنطقة اليوم والانعكاسات على الحرب في لبنان، التطورات المتسارعة في سوريا، كل ذلك يعني مع سقوط اليوم الرئيس السوري بشار الأسد، إعادة تشكيل لكل المشهد في منطقة الشرق الأوسط، لتأتي كل هذه المخاوف والتحذيرات من دقة هذه المرحلة، وربما من سيطرة المتطرفين على في توقيت ما يعني وفي لحظة ما، وربما في انفعال ما يحصل في سوريا يعني، وهذا ما نتابعه على مختلف المسؤولين والقيادات. إذا كان للسؤال يعني أكيد هذا سؤال هذا أستاذ كيالي، أنت أجبت على السؤال، سأعود إليك بعد قليل. أوكي يعني أكيد هذا سؤال مهم جدا. يعني التنظيمات الإرهابية، نعم التنظيمات الإرهابية استثمرت عملية التغيير التي حصلت في المنطقة العربية على وجه الخصوص منذ الربيع العربي، وأنشأت لها قواعد كانت مهيئة لقيام بالعمليات الإرهابية، وكذلك بالمقابل إسقاط المحافظات والمدن في المنطقة العربية، وهذا ما لاحظناه بعد لحظة سقوط الموصل في عام 2014. ولكن هنا الفكرة الأساسية هو تقوية الدولة الوطنية، ولذلك يعني الدرس المستنبط من لحظة سقوط الموصل تقوم به حكومة الأستاذ محمد شياع السوداني على مدى عامين، عملنا حقيقة على تطوير يعني آليات بناء الدولة العراقية من حيث الاقتصاد، من حيث التنمية، من حيث الشباب، من حيث التعاون الإقليمي والشراكة الإقليمية، ولدينا مشروع مهم جدا الآن مع ما بين العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، وكذلك بالمقابل المسارات الأخرى مع تركيا في طريق التنمية، وطريق التنمية الاستراتيجي سيمر ويحقق تعاون إقليمي استراتيجي مهم جدا لينقل المنطقة نحو التعاون ونحو الحوار. وبالمناسبة مثل ما ذكرت حضرتك أنه في لحظة 7/10/2023 كان قبلها يخطط أو تخطط الدولة العراقية حقيقة لإقامة مؤتمر إقليمي جديد للتعاون الإقليمي والتنمية، ولكن بالمقابل لحظة العدوان الصهيوني على فلسطين والذي نتمنى أن توقف يعني إطلاق النار مثلما أوقف إطلاق النار في الأراضي اللبنانية حقيقة، سيعيد مرة أخرى الأمن الإقليمي إلى معادلة جديدة نحو الاستقرار والتنمية، وهذا ما يسعى إليه العراق مع أشقائه العرب والخليجيين وكذلك الدول الإسلامية المحيطة بنا، لأننا حقيقة بحاجة بعد 4 عقود من الحروب والصراعات واستثمار هذه الجماعات الإرهابية بالفوضى وضعف الدولة الوطنية. أتوقع أن القوة الآن هي تقوية الدولة الوطنية، تقوية التعاون الإقليمي، وتقوية كذلك بالمقابل الشراكات الاقتصادية، لأن المنطقة العربية يعني مهمة جدا ووافرة ببيئة الشباب الذي في كل دولة تجد هنالك النسب، يعني لدينا الآن في العراق 60% وتجدها طبعا مختلفة في كل شعوب دول المنطقة العربية، وهذا بالتالي ما يتطلب حقيقة نظرة جديدة إلى الحكم الصالح والحكم المنتج للتنمية، ولذلك هنالك اتجاه في العراق، ونتطلع كذلك بالمقابل إلى تعزيز مؤشرات التنمية في المنطقة العربية، وهذا ما تعمل به الآن الدول المستقرة أو الدول المتحولة نحو الاستقرار، وبالتالي هنالك فرصة كبيرة للمنطقة بالعودة للاستقرار الإقليمي وبناء نظرية قائمة على التعاون والشراكة، وكذلك بالمقابل مواجهة حالة التطرف المؤدي إلى الإرهاب، لأن واحدة من اللحظات الصعبة التي مرت على المنطقة والتي آلت حقيقة بأن تستنزف منا الكثير في مسار الأمن الإنساني والكلف الإنساني
إنسانية كانت كبيرة حقيقة على العراق وسوريا وغيرها حقيقة من الدول العربية التي يعني الآن تحتاج إلى تقوية الدولة الوطنية من أجل الخروج من مسار الدولة الرخوة إلى الدولة المستقرة تماما، ومن ثم الانتقال إلى الدولة الصلدة والدولة القادرة حقيقة على البقاء. ولذلك هنالك سعي الآن في العراق نحو هذا المسار، وهنالك عمل كبير جدا من قبل الدولة العراقية مع الدول العربية والإسلامية.